شهدت محافظة الوادي الجديد انطلاق أعمال مبادرة وصل للخير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشارك مجموعة من الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة بتنفيذ أعمال المبادرة عبر القيام بتوزيع الدعم لصناديق الحماية الاجتماعية على الأحياء السكنية. النهارده يعني زي ما حضراتكم موجودين معانا كده، احنا بدأنا النهارده تدشين مبادره وصل الخير اللي هي بتستهدف ان احنا نوصل صناديق الحمايه الاجتماعيه لاهالينا من المستحقين في محافظه الوادي الجديد، وبنحاول ان احنا نوصل لكافه المستحقين. العمليه دي بتتم عن طريق التكامل ما بين كافه الجهات الموجوده معانا. التدشين الاساسي هو مبادره حياه كريمه. مؤسسه حياه كريمه حددت صناديق الحمايه الاجتماعيه ووصلت الصناديق دي لكافه المحافظات، والنهارده البدايه في الوادي الجديد.